وزارة قطاع الأعمال بتاخد خطوات كبيرة جدا في مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، وبالتوازي مع ده قدرت إن هي تعمل تسوية وصفت بالتسوية التاريخية لمديونية شركات القبضة للغزل بقيمة بلغت حوالي 20 مليار جنيه، وده علشان تنشط العمل في هذا القطاع الهام والتاريخي بالنسبة لكل المصريين، وتقدر إن هي تنافس بشكل كبير وتحقق أرباح خلال الفترة اللي جاية. تفاصيل أكتر هنعرفها من الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا فندم. يعني كلنا عارفين يعني أهمية قطاع الغزل والنسيج والقطن بالنسبة للمصريين، ومبسوطين من الخطوات اللي حصلت في هذه الشركة. إيه اللي تم تحديدا امبارح في الجمعية العمومية؟ يعني ما هو معنى الإعلان عن تسوية تاريخية لمديونية شركات القبضة للغزل والنسيج؟ المديونية دي يا فندم كانت لصالح مين تحديدا يعني؟ الحقيقة دي المديونية زي ما حضرتك اشرت، المديونية التاريخية بيرجع بعضها لسنة 1980، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في 42 سنة. الشركات مسقطة بالأعباء دي، وطبعا يعني في خسائر سنوية والفوائد الدين ده، وبالاضافه طبعا لبعض الجهات صدرت لها احكام بالحجز عن ارصده الشركات دي في البنوك، او احكام على رؤساء شركات وغيره. الحمد لله احنا قدرنا نسوي زي ما حضرتك اشرت 20.7 مليار جنيه مديونيات، اولهم واكبرهم هو بنك الاستثمار القومي، ده بنك الدوله، وكان الدين بس للتذكره يعني كان في سنه 80 كان 342 مليون جنيه، وصل ل 10.4 مليار جنيه في الفتره الاخيره، يعني من سنه تقريبا اقل من نص سنه. حلو قوي. ارقام مذهله يعني، كلها اعباء على الشركات. طبعا احنا بنعمل خطه تطوير شامله، وعشان تؤتي ثمارها لازم يكون الميزانيات الشركات دي ميزانيات مش مثقله اعباء ولا اي حاجه، احنا بنبدا كانها شركات جديده خالص. تم استيراد مكن على اعلى مستوى من اوروبا، وجاري ان شاء الله شحنه في اول دفعات ان شاء الله هتوصل في شهر اكتوبر القادم لاكبر مصنع غزل على مستوى العالم اللي هو موجود في المحله. بنعمل مصانع على مستوى الجمهوريه كلها وليس في المحله فقط. تكلفه الانشاءات فقط لا غير حوالي 7 مليار جنيه. قيمه المعدات اللي جبناها او الماكينات 542 مليون يورو، يعني بنتكلم برضه في حوالي 12 مليار جنيه. دول اهم عنصرين، بالاضافه طبعا لجميع المراحل اللي بتمر بها الصناعه بيحصل فيها تطوير. يعني موضوع المحالك مثلا اللي هي بدايه من استلام الاقطان من المزارعين، بنبدا نحلجها في محالك دلوقتي، في اربع محالك تم انشائها على اعلى مستوى، فيها تكنولوجيا حديثه جدا تضاهي التكنولوجيا الامريكيه. للحفاظ طبعا هدفنا الحفاظ على سمعه وجوده القطن المصري. تاني حاجة ضفنا للمحالك دي نشاط معصرة البذور، يعني كانت البذرة للأسف الشديد بذرة القطن ما كانش حد بيستفيد بيها، بتروح لمعاصر آلية ما بيتمش استخدامها الاستخدام الأمثل، لكن أنشأنا شركة مشتركة مع كبرى شركات القطاع الخاص في إنتاج الزيوت، وأضفنا نشاط معصرة في كل محلك من المحالك. هدفنا ان شاء الله البذره ما تطلعش بحالتها كده، لا ده هتدخل على المعصره على طول ويطلع منها زيت بذره القطن اللي احنا كلنا طبعا فاكرينه ومن جودته كنا بنصدره للخارج. فده اهم نقطه. برضو النقطه الثانيه التسويق القطن مع المزارعين. احنا الحمد لله تمكنا في ثلاث سنين طبقنا منظومه جديده لاستلام القطن من المزارعين، وعملنا عليها مزادات بتقدم لها شركات. السنه اللي فاتت السنه الثالثه وكانت حقيقه نجاح باهر. 43 شركه اتعملت في المحصول ده، وقيمه الاقطان اللي تم تداولها حوالي 6.2 مليار جنيه راحت في ايد الفلاحين. يعني الفلاح طبعا خد يعني عايز اقول لاول مره يمكن يحصل على القيمه العادله لقطنه، عشان كده احنا في السنه دي الحمد لله زراعات زادت حوالي 100,000 فدان عن السنه السابقه، وده هدفنا الحقيقه ان احنا نتوسع في صناعه القطن ونتوسع في الصناعه بحيث ان احنا ما نصدرش قطن في صورته الخام، لا احنا هنصدره باذن الله في صوره منتجات كامله باذن الله. هي الفلوس كثيره قوي دفعت وتكنولوجيا حديثه دخلت، فمنتج في الاخر هيطلع ان شاء الله كويس جدا. امتى هنقدر نشوف ارباح للشركات دي، وامتى هنقدر نشوف منتجات الافضل القابضه للغزل والنسيج موجوده في اسواق اوروبا؟
صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. احنا بدأنا فعلا في الاعداد لانشاء شركه تختص بالتسويق، شركه على يعني قدر كبير من الكفاءه، مزوده بناس كثيره من القطاع الخاص لهم تاريخ في الصناعه دي. بدات فعلا في اعداد الاول معارض هنا عندنا في القاهره، بدانا في اعلان يعني علامه تجاريه جديده لمنتجات الشركه القابضه او المنتجات المصنعه من القطن المصري، هي علامه نت، ودي تم تسجيلها في جميع دول او معظم دول العالم الحمد لله. وهدفنا طبعا بدانا في التصدير بالعلامه دي في بعض الدول في اوروبا وامريكا، لكن ان شاء الله مع وصول المكنات الجديده ان شاء الله هيبقى النطاق يعني اوسع، وهدفنا ان احنا نصدر 60% من منتجاتنا الى الخارج ان شاء الله و40% للسوق المحلي بجوده عاليه وباسعار مناسبه، ومعظمها يعني ان لم يكن يعني غالبيتها هتبقى من القطن المصري عشان نعظم القيمه المضافه من القطن المصري ان شاء الله. يعني حضرتك ما اعرفش تتفق او لا تختلف معايا، يعني احنا دايما مشكلتنا كمصريين في الفينش، يعني احنا يبقى عندنا الاصول كويسه والدنيا كويسه والفينش بيطلع بايظ. بمعنى اخر احنا ربما نكون مركزين في بعض الاشياء في الصناعات القطنيه يعني، لكن مش في كل الاشياء. خلينا اسالك بشكل مباشر، هل ممكن نواكب خطوط الموضه في اوروبا من خلال مصانعنا المحليه في مدينه المحله الكبرى وفي باقي المدن اللي قلت ان هتتفتح فيها هذه المصانع؟ لا انا عايز اطمن حضرتك، طبعا احنا ما فيش جزئيه صغيره عديناها في الخطه دي، ومن ضمنها طبعا التصميم والفينشنج والتعبئه نفسها. واحنا في منتجات ظهرت في السوق فعلا، يعني في بعض المعارض تحت اسم نت، ممكن تشوف حضرتك العرض، لا العرض مثير لدرجه الناس كلها مندهشه من الفينشنج نفسه، يعني هي دي البدايه ان شاء الله. احنا اللي عملنا التصميمات احنا تعاقدنا مع اكبر مصممين في اوروبا وبالذات في ايطاليا لتصميمات اللي هي بتعرضها حاليا في معرضنا، سواء في ملايات الاسره او في الديزاينات بتاعت الفوط والبشاكير. لا احنا بدانا فعلا. وبالنسبه للملابس، الملابس الاهم هو ده يعني ما زعلش مني، هو ده البراند اللي هيخلي العالم كله يقول ده ميد ان ايجيبت، ده صنع في مصر، يعني يشوف القميص او البدله او اتفضل. كلام حضرتك سليم طبعا، يعني حضرتك احنا متخصصين في حاجات كتير جدا، يعني هنبدا طبعا من ان احنا نبيع غزل وقماش، يعني هياخدوا برضه شركات قطاع خاص متخصصه في الملابس الجاهزه نساعدهم بيها بدل ما يستوردوا المنتجات دي من بره، يديهم الماده الخام اللي يشتغلوا بيها، بالاضافه الى المنتج النهائي اللي انا اشرت اليه. لا هيبقى على يعني عايز اقول يتمشى مع الموضه العالميه. احنا عندنا مكان جديد دلوقتي جاي، ديزاينات عملناها، ناس على كفاءه بندربهم دلوقتي في مركز تدريب في المحله، مزود باحدث المكانات اللي احنا جايبينها. لا الامور كلها ان شاء الله تطمن هتبقى كلها متكامله من بدايه القطن ما بيتزرع الى ان يصدر بصوره منتجات كامله ان شاء الله. هايل دكتور احمد، يعني احنا استثمرنا في يمكن البذور نفسها وفي تكنولوجيا حديثه وفي المصانع، هل استثمرنا كمان في العاملين في يعني في المصانع دي عشان يبقوا قادرين يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثه دي مع الماكينات الجديده والاجهزه المتطوره دي؟ طبعا يا فندم ده عنصر مهم جدا. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا ثلاث مراكز للتدريب، اولهم في المحله ده اللي تم انشاؤه فعلا بتكلفه 35 مليون جنيه، وتم تزويده بمكنات من نماذج من المكنات المتعاقدين عليها، وتم للتدريب 1430 واحد من العاملين الموجودين عندنا، تم يعني اختبارهم، واللي نجح منهم او مر بكامل الدورات، لان في دورات في كل التخصصات حوالي 156 واحد، هم دول اللي هيكونوا النواه لتدريب العاملين الاخرين. اللي بيدربهم خبير هندي موجود عندنا يتبع مكتب استشاري. لا في خطه كبيره جدا مخصص لها مبلغ كبير حوالي 300 مليون جنيه لتدريب العاملين. فالمنظومه متكامله الحمد لله، يعني انا بطمنكم وبطمن الساده المشاهدين ان الخطه كلها كامله، ما سيبناش جزئيه صغيره، بحيث ان شاء الله نستهدف ان احنا الشركات تعود
اكتر مما يعني كانت بتنتجه. يعني احنا كمثال صغير في مرحله الغزل احنا بننتج 37,000 طن غزل في السنه، من المتوقع ان شاء الله بعد تنفيذ الخطه هيبقى 188,000 طن في السنه. احنا بنضاعف الانتاج 5 مرات وكل المرات هتبقى بالمثل كده ان شاء الله. طيب دكتور احمد، يعني حضرتك قلت خبير هندي، سمعت الجملة دي، كلنا عارفين القطن المصري هو أعلى قطن في العالم اللي هو القطن طويل التيلة، وربما ما يعني ما فيش تجربة بتوازيه أو بتضاهيه من حيث الجودة والكفاءة زي تجربة الهند من حيث القطن، لكن هم طوروا نفسهم في صناعة المنسوجات أكتر مننا بكتير. إحنا بقى استفدنا إيه أو هنستفيد إيه من التجربة الهندية؟ هل عندنا مانيوال أو عندنا دليل إحنا حاطين إيه، محتاجين نعرف إيه تحديدا من التجربة الهندية؟ طبعا يا فندم، الهند الحقيقه سبقتنا زي ما حضرتك اشرت، الهند وبعض الدول الاخرى في شرق اسيا. التكنولوجيا اللي موجوده عندهم تكنولوجيا حديثه، كانوا بيطوروا نفسهم. احنا قعدنا فتره طويله ما فيش ماكينات حديثه، يعني الماكينات اللي موجوده عندنا يعني يمكن عدى عليها حوالي 50 سنه وزياده. فطبعا التكنولوجيا اتغيرت تماما، الالات اللي جايه كلها الات كلها مزوده بالكمبيوتر وحساسات بتشتغل، يعني عايز اقول ممكن يعني اندر كنترول عن بنظام اللي هو الاي ار بي سيستم، حاجات حديثه جدا. فلازم يدرب العاملين على الماكينات دي تدريب عملي. فاحنا جايبين نماذج من الماكينات الجايه بحيث ان الناس تتدرب عشان يقدر يشتغل على المكنه دي ويبقى عارف برنامج الصيانه بتاعتها ايه، الاعطال المتوقعه ايه، الانتاج نفسه وجودته، لان هو مسؤول العامل عن الجوده ايضا، الجوده مهمه جدا وتاكيد الجوده كمان. فالخبير ده هو حاطط برنامج عن طريق المكتب الاستشاري، يعني مش هو اللي حاطه، ده مكتب استشاري دولي هو اللي حاطه برنامج للتدريب، يبدا بين جميع التخصصات كلها انه ياخد فكره عن من اول الغزل الى الصباغه والتجهيز للملابس الجافه، ثم يتخصص في مرحله معينه وبياخد دورات حتى دورات اللغه الانجليزيه نفسها، الكمبيوتر وغيره، بحيث ان يبقى صحيح. عامل مؤهل تماما في كل الاشياء، مؤهل تماما للتعامل صحيح. مع المكنه. صحيح. شكرا ليك دكتور احمد مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة القابضة لغزل النسيج. أخبار مطمئنة، ويا رب دايما القطن المصري يبقى بخير. يعني خلينا يعني نقول إن أو نستبشر بالخير في قصة القطن المصري دي، حاجة بصراحة مهمة جدا. صناعة مهمة جدا، من أهم صناعات الغزل والنسيج طبعا، ومصر متفوقة فيها، وإن شاء الله هنرجع تاني مكان ما كنا.